مساء الخير، اهلا بحضراتكم من جديد. ولسه بننقل المشاعر اوائل الثانويه العامه، وبننقل فرحتهم كمان، وفرحه كل بيت مصري فرح امبارح. معانا دلوقتي جورج الهامي ويلسون من مدرسه البطريركيه الخاصه لغات بنين بمجموع 409 ونص، الثالث علمي رياضه. الف الف مبروك. الله يبارك حضرتك، ميرسي. طبعا امبارح اكيد شفت المؤتمر وشفت اسمك وكده، لكن الكشوف للاسف يعني عايزين ننوه برضو ان اسماءكم من ضمن 10 من اوائل الثانويه العامه امبارح لم يتم ارسالها للصحفيين، والنهارده بس تم ارسالها، وبالتالي في ناس كتير قوي ما عرفتش ان كنتم من الاوائل الموجودين معانا. دلوقتي احنا بنقول ليكم الف الف مبروك في اليوم السابع وبنحتفل بيكم. قولي كان شعورك ايه امبارح لما لقيت كل زمايلك الصحفيين بيتصلوا بيهم وبيعملوا معاهم لقاءات، وطبعا موجودين على كل وسائل الاعلام المختلفه؟ هو انا الصراحه استغربت شويه، يعني علشان انا برضو كنت من الاوائل وكده، فهو في ناس يعني في ناس كلمتني بس استغربت. يعني زعلت شوية يا جورج انك انت ما يعني اسمك ما كانش موجود من ضمن الكشوف اللي نزلت من خلال الوزارة؟ لا مش قوي، عادي يعني. في ناس كتيرة كلمت لي وبكت لي وعادي، كانت فرحة كبيرة برضه يعني. بس كنت مستغرب انك انت اشمعنى انت يعني. يعني اكيد في ناس تانية برضه حصل معاها كده. طيب قول لي بقى يا جورج، يعني كان شعورك ايه؟ انت عرفت ازاي الخبر؟ هو انا كنت نايم الصراحة، كنت و نايم. وصحيت على المكالمات بقى كتير وكده، ففهمت بقى ان الموضوع وكده، والناس قالوا لي وانت طلعت الثالث وكده، ففرحت جدا يعني. طيب كنت متوقع اصلا انك انت تطلع من الاوائل بقى واسمك يبقى موجود من ضمن يعني المتفوقين في الثانويه العامه؟ الصراحة ما كنتش متوقع وما كنتش حاطط الموضوع في دماغي قوي يعني، كنت بس عامل حسابي ان انا بحاول اخش كل امتحان اعمل اللي اقدر عليه وبس. طب رد فعل البيت عندك ايه بقى اول ما عرفوا؟ مين قال لهم؟ هم اللي قالوا لك ولا انت اللي قلت لهم، ولا اصحابك برضه هم اللي بلغوهم، ولا تابعوا المؤتمر اللي كان امبارح اعلن عنه وزير التربية والتعليم طارق شوقي؟ هما كانوا بيتابعوا المؤتمر وفرحوا جدا يعني، كانت فرحة كبيرة أوي يعني. هم عرفوا الاول ولا انت الاول؟ لا هما هم الاول وانت كنت نايم. طب هو حد من اصحابك اللي بلغك؟ هو قعدوا يتصلوا بيا كتير بقى وانا نايم، وبعد كده صحيت بقى بابا وماما وكده وصحيت يعني. طيب قول لي بقى، يعني انت علمي رياضة واكيد طبعا في مواد كانت بالنسبة لك حاجة صعبة جدا، ايه اكتر المواد اللي كنت خايف منها؟ كامتحانات يعني، المواد الصعبة بالنسبة لك كانت بتشكل يعني صعوبة؟ يعني ممكن الفيزياء مثلا، يعني ممكن كانت تبقى مش صعبة قوي بس بيبقى فيها أفكار كتير، بس أعتقد هي دي يمكن كانت أكبر تحدي يعني. انت ناوي على ايه بقى يعني بعد ما خلاص كده بقيت متفوقين؟ ايه الكلية اللي بتطمح فيها؟ انا بفكر في هندسه ان شاء الله، بس لسه مش محدد انهي قسم يعني، لسه بدرس الموضوع. لسه القسم بس هندسة اكيد. ان شاء الله. طب وفي البيت نفسهم برضو في هندسة ولا عندهم رغبات تانية؟ لا هم عادي مش ممانعين الموضوع، هم سايبيني رغبتي، بس هم برضو عاجبهم هندسه يعني. أكيد يعني هي كلية القمة بالنسبة لعلم رياضة، فأكيد هيفرحوا جدا لما تبقى يعني في كلية هندسة وكلية عظيمة زي كلية الهندسة. طب احكي لي بقى روتينك كان ماشي إزاي؟ كنت بتذاكر كام ساعة؟ يعني وقت فراغك بتقضيه فين؟ بتروح سينما ما بتروحش؟ بتلعب كورة ما بتلعبش؟ هو انا ما كانش عندي عدد ساعات معين مذاكره في اليوم يعني، هي كانت بتختلف بقى على حسب وقت زنقه امتحانات او حاجه زي كده، بس يعني حاولت ان انا ابتدي السنه على قد ما اقدر ان انا اكون بذاكر كويس يعني، واظبط وقتي، وكنت بخرج مع اصحابي عادي، كنا بنروح نلعب كوره كتير وكنا بنخرج بتلعب يعني. كورة حتى في أيام كورونا بتلعب كورة؟ لا بعد الكورونا لا بقى، عشان الدنيا قفلت يعني، بس قبلها يعني كنت قبل بلعب. كورونا في كورة بس بعد الكورونا مفيش كورة؟ بالظبط. اتفرج على الماتشات بقى صح؟ بتشجع فرق ايه بقى؟ لا انا محايد بتفرج بس يعني. محايد. طب اهلاوي ولا زملكاوي؟ السؤال المعتاد لما نجيب سيرة الكورة لازم نسأل. ماليش في الكرة المحلية قوي يعني، بس اهلاوي يعني. اهلاوي. ده كل الناس اللي احنا كلمناهم النهارده من الاوائل اهلاويه.
يعني مش عارف انتم متفقين شكلكم. طيب قولي بقى، كنت بتقعد على الفيسبوك ولا ما كنتش بتقعد على الفيسبوك؟ عادة الفيسبوك بياخد الوقت بشكل رهيب يعني. هو انا اصلا مش بحب السوشيال ميديا قوي يعني، ماليش فيها جامد، بس ما كنت بقعد كتير يعني. كان ممكن مثلا افتحه مثلا مرة في الاسبوع او كده علشان اتابع الحاجات. وبعد ما موضوع كورونا وكده كنت بضطر ان انا افتحه علشان كنا بنتابع عليه بقى المادة العلمية مع المدرسين بتوعنا وكده. دروس بقى يا جورج ولا لا؟ طب بعد الكورونا بقى كنت بتعمل ايه؟ بعد الكورونا طبعا كان في مسؤولية أكبر علينا إحنا كلنا كطلاب يعني، بس الصراحة المدرسين ما سابوناش يعني. كان معظم المدرسين بينزلوا الحاجات على اليوتيوب وكده، فكانوا متابعين معانا يعني. على السوشيال يعني. بالظبط. طيب حلو، التكنولوجيا بتساعد كتير في المواقف اللي زي دي. طب ايه اكتر حاجة نفسك تعملها بقى بعد ما خلاص كابوس الثانوية العامة ما يعني فوقت منه بقى، يعني نفسك تعمل ايه دلوقتي؟ هو عادي يعني، انا ما كنتش حارم نفسي من حاجه قوي، بس هو الفكره ان لسه البلد قافله شويه يعني، واحنا مش عارفين نخرج قوي يعني، بس عادي يعني. طب لو البلد مفتوحة بقى يعني والوضع عادي طبيعي مفيش كورونا، ايه أول حاجة كان نفسك تعملها أول ما تخلص ثانوية عامة؟ ممكن اخرج مع اصحابي مثلا، او اسافر مع عيلتي، حاجه كده يعني. مفيش سفر، مفيش سفر يا جورج. لغاية ما لما تعدي إن شاء الله فترة كورونا. قول لي بقى، يعني كان في ناس عندها طول الوقت هاجس إن هم لازم يركزوا ولازم يسهروا، ما فيش نوم كتير، يشربوا قهوة والحاجات دي كلها والمنبهات. انت كنت بتشرب قهوة ولا لا؟ لا انا ما بشربش قهوة ولا شاي. بتنام ولا شاي ولا قهوة؟ لا وده ما كانش مؤثر عليك في حاجة، ومنظم وقتك كويس وروتين يومك كان ماشي عادي جدا وعدد ساعات مظبوطة مش كده؟ الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب كويس. انا عاده الناس بعد ما بيخلصوا ثانويه عامه بيفقدوا حاجات كتيره، يعني اللي بيفقد بصره وبيركب نظاره، اللي بيبقى مثلا منعزل بيبعد عن الناس فبيبقى وحيد شويه. هل اثرت عليك اجواء الثانويه العامه في اي حاجه من دي؟ يعني انا ساعتها لما كنت ثانويه عامه لبست نظاره ساعتها تقريبا، يعني هل في اي اثار جانبيه للثانويه العامه اثرت عليك على صحتك بشكل عام؟ بشكل عام ما اعتقدش في حاجة واضحة يعني. يمكن ناس بتقول ان انا خسيت سنة يعني، بس طبيعي يعني، عادي يعني. حسيت ما كنتش بتاكل كويس؟ لا كنت باكل الطبيعي يعني، ما كنتش بزود يعني، عادي. بس طبعا التركيز وفكرة ان الواحد بيبقى دايما عايز يتفوق او يجيب درجات نهائية والتفكير الكتير بيخلي الواحد دايما طول الوقت يعني ممكن يبعد شوية عن الاكل، يبعد شوية عن الصحاب، عن الخروج، عن الممارسات الطبيعية اللي ممكن يعملها لو ما عندوش اي ستريس. بالظبط. طيب قولي، كان في اي ماده يعني كانت مسببه لك اي نوع من انواع القلق او الفوبيا؟ لا خالص. لا عادي يعني. عادي يعني، هم دايما الاوائل بتوع الثانويه العامه بالنسبه لهم كل المواد سهله. ربنا يحفظك يا جورج، وطبعا بنبارك لك والف الف مبروك. يعني جورج الهاني ويلسون من الاوائل، علمي رياضه الثالث تحديدا بمجموع 409.5. نتمنى لك التوفيق، نفسه يخش كليه هندسه، وطبعا نتمنى له ان يخش كليه هو نفسه فيها طبعا بدون يعني اي واسطه ولا بدون اي مشاكل، ان شاء الله تدخل من غير ما عندناش ولا نص درجه ناقصه. فربنا يوفقك ان شاء الله ونشوفك حاجه كويسه تشرف اهلك وتشرف اخواتك. انت قول لي عندك اخوات؟ عندي اخت كبيره. كليه ايه بقى اختك الكبيره؟ صيدله. صيدله، ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب. عندنا دكتوره ومهندس يعني في العيله. ربنا يحفظك يا جورج، وبنبارك لك تاني، وبشكرك طبعا على وجودك معانا، مشرفنا وشرفتنا اكيد. بشكركم متابعينا على المتابعه، واكيد مستمرين معاكم لنقل مشاعر الفرح في داخل كل بيت مصري فرح بالاوائل الموجودين فيه وكل المتفوقين في الثانويه العامه. اكيد بشكركم على المتابعه، وانتظرونا دائما في متابعات اخباريه على مدار الساعه في اليوم السابع. كنت معاكم نسرين فؤاد، الى اللقاء.